العدل اللي اتبسطته وانت بتتفرج امبارح؟ اكيد طبعا، يعني الواحد بيبقى فخور بالنادي الاهلي. عايز اقول لك كابتن اسلام، انا سمعتك كنت بتتكلم على صلاح وبتتكلم على القوه الناعمه بتاعه الرياضه. النادي الاهلي من القوه طبعا الناعمه، نعم، بالنسبه لاشتراكه في كاس العالم للانديه وتشريفه لمصر دايما ومكسبه لبطولات افريقيا وافضل نادي في افريقيا وكون انه بيروح يلعب العالم. مع الباير وبيلعب في الحته دي، ما هو ده برضو دي قوه ناعمه لمصر يعني، ودي طبعا حاجه جميله. صح. النادي الاهلي اكبر من انه نادي كره وبس، النادي الاهلي كمان بيشتغل في خدمه وطنه وفي خدمه بلده. يمكن انت بتلاحظ انه كل حاجات بتبقى جديده النادي الاهلي بيطلعها، بكلمك في الرياضه يعني، تلاقي هو السباق فيها، هو اللي بيبدا بيها. مظبوط. يعني تخيل انت لما تتكلم على مجلس إدارة نادي الأهلي، لو رجعت من قيمة 60 70 سنة تلاقيهم كلها رتم واحد، شكل واحد، بيفرق حاجات كتير قوي بينه وبين الأندية الأخرى. أنت نعم. بتتكلم على سيستم والأشخاص بيتغيروا والسيستم شغال. في الحاجة الجميلة إنك كمان رموزك هي اللي بتبقى يعني، أنت بتحترم كبيرك دايما. النادي الأهلي طول عمره بيبقى فيه واحد كبير وفي كوادر تحته، وفي الكوادر دي بتبقى كبيره. بمناسبه في يوم الكلام من ده الايام مظبوط صح يا كابتن، لانه حتى انا امبارح استوقفني كلمه الكابتن خطيب وهو بيتكلم عن ان حتى الانتخابات بيبقى لينا كبير طبعا، لجنه الحكماء اللي هو بيقول ان انا كنت واحد فيها في الفتره السابقه ودلوقتي انا بعرض نفسي على اللجنه، وبالتالي حتى في الانتخابات اللي هي المفروض ان هي اصعب حاجه في الدنيا وحريه فيها بتلاقي شخصيه دايما عندك الكبير. لا، ما هو انا عايز اقول لك حاجه، يمكن اتفضل. خلينا نرجع بالذاكره بتاعتنا لمجالس الاداره الاولانيه، بين ايام من بعد الكابتن صالح وبعدين الكابتن حسن وبعدين المهندس محمود طارق وبعدين الكابتن خطيب. انت بتتكلم على شكل واحد يعني اطار واحد، ولكن مع اختلاف كمان الزمن، وبيجي تطوير الزمن. يعني انت بتتكلم على فتره الكابتن صالح غير فتره الكابتن حسن، دي كانت فترة فيها ما فيهاش المادة، ما كانش لسه شغالة، ما فيش اقتصاد قوي، كانت لسه ما فيش احتراف كبير. مزبوط. دخلنا بفترة احترافية، كان كابتن حسن كمل فيها وكابتن خطيب كمل معاهم لأنه كان متواجد في مجلس الإدارة في الزمن ده كله. مزبوط. خد خبرات عالية قوي، كتيرة قوي، خد منهم في مناصب مختلفة طبعا. لا، وكمان عايز اقول لك حاجة، جميل قوي انك تبقى رئيس النادي بتاعك نجم كبير كمان، يعني زي كابتن محمود الخطيب. دي حقيقة احنا بنبقى سعداء، اي رئيس نادي الاهلي احنا بنبقى سعداء بيه، لكن كمان لما يكون نجمة كبير وحاجة كويسة زي كابتن صالح وزي كابتن حسن وزي كابتن محمود الخطيب، انت بتحس انك انت سعيد جدا بناديك، والايام اللي جاية النادي الاهلي بيدخل في معترك اخر، معترك اللي هو عاوز اكلمك ان انت خلاص احنا حته العالميه احنا اللي بنبص فيها طول الوقت دلوقتي، لانه نادي الاهلي تخطى حته دوري وحته كاس وحته مزبوط. المكاسب الداخليه. لا، احنا طول عمرنا بنتكلم وبنتاثر بيها يا كابتن اسلام، ببطولات افريقيا، بطولات كاس عالم، وبنتمنى ان احنا نبقى في ناس كتير، في انديه كتيره تبقى قوه نعمل لمصر زي النادي الاهلي. ولكن في الوقت الحالي انا شايف ان النادي الاهلي يمكن اكتر حاجه هو ومحمد صلاح اللي قوه نعمه رياضيه لمصر يعني. طيب كابتن شريف بقى، خلينا ننتقل الى